ظروف حياتية صعبة كانت تعيشها الحاجة رقية وأسرتها وسط صحراء لا يوجد بها إلا رمال ومياه بئر تعتمد فقط على الأمطار الموسمية، إلى أن جاءت منظمة الفاو بمشروع تنموي كبير تمثل جزء منه في تقديم رؤوس ماشية وآلاف الأطنان من الأعلاف ساعدتها على التغلب على مشاكلها اليومية، فكان بالنسبة لها طوق النجاح. حلالات البلدون يعني المنزلة وبنعلم الجادي بيكبر ونبيعه ونطلع حق الأعلاف اللي خسرته هنا والباقي ناخده السويد دي. هم حبيبهم مرة في واحدة تجيب اثنين، واحدة تجيب واحد، واحدة تجيب ثلاثة، انتوا حظك. اختلفت حياة الحاجة رقية بعد ذلك وأصبحت تمتلك رؤوس ماشية تتاجر ببعضها وتساعد جيرانها. صعبة جامدة، كنا حتى رغيف العيش أسرع عنا، أنت في الجزء أسرع عنا، حتى باش نطبخ ما عندنا حلة واحدة بنجيب حطب ونصب على الحطب، عمي فرن حطبه بنعمل العيش فيه، نجيب طحين نجيب دقيق. تمت الحياة يعني بتغير والحمد لله، وتوظفت وتمت الناس تشوف فيي والحمد لله، تعرفتوا علينا وشفتونا. أنا كنت نفسي أشوف الحياة صعبة، تو الحمد لله أنت بتشوفني ده بتشوفني والحياة تغيرت الحمد لله. نجحت منظمة الفاو من خلال مشروعها الذي حمل عنوان حصاد المياه والممارسات الزراعية الجيدة في توزيع 500 رأس ماشية على 100 سيدة في 4 مراكز بمرسى مطروحة. السيدات بيتم توزيع 5 رؤوس ماعز عليهم وجزء وحوالي نص طن من الأعلاف المركزة للمساعدة على التربية بتاعتهم، وبعضهم كان بياخد تيوس عشان مسألة الإنتاج بتاعهم بعد كده. ده شكل من أشكال المساعدات اللي بتساعد الأسرة اللي في المناطق اللي حضرتك شايفها دي إن هم يبقى عندهم دخل كويس، عندهم تغذية جيدة، عندهم مصدر للدخل جيد يقدروا يعيشوا بيه ويقدروا يتغلبوا على المشاكل الحياتية وتربية الأولاد إلى آخره. يأتي المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إطار مساندة الفئات المستهدفة في المناطق البعيدة لتحسين الأحوال المعيشية لكل الأسر المحتاجة. بعد قصة كفاح كبيرة عانت خلالها الحاجة رقية من ظروف الصحراء الصعبة، تمد الفاو يدها بمساعدات ساهمت في تحسين الحياة المعيشية، إيمانا منها بأن الحياة حق لكل مواطن مصري. من محافظة مطروح، محمد الخطيب، النيل.